فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سولو الناس. اليوم هو ذكرى استرجاع واد الذهب، ذكرى 35 واللي كتصادف 14 غشت من كل سنة. بغينا نعرفوا المغاربة واش عندهم معرفة أو لا دراية بهذا الذكرى، واش عارفين بلا اليوم هو ذكرى استرجاع واد الذهب وشنو كتمثل لهم هذه المناسبة. والرجوع ديال واد الذهب ديالنا كما كان اللي كنا تندبزوا على الصحراء سنين هذه من 75 منين تصدعات، كل مره ترجع واد الذهب الكويره بشويه بشويه ترجع الناس ديال الاعياد، ماشي راه شي معروف عندنا حنا المغاربه هادشي. صراحه ما عرفتش. تتمثل لي حب الوطن دون بار دوتر بار، تعطي للشباب واحد التكوين وطني، اهتمامهم بالشعب وبالملك وب السلطة وبزاف الحويجات. لا ما عارفة على والو، أنا كنت عارفة عليك وما جيتش بكري الخدمة. ذكرى وطنية هذه ما يمكنش شي حد ما يتفكرهاش. حنا كنا منا غاديين واحد نقضي واحد الغرض، ولكن بالنسبة لهاد الأخبار حنا استلفنا. أش نقول لك؟ ذكرى هي تنحتفلوا بها بالنسبة ديال كمغاربة كما تنقولوا، وتنفتخروا براسنا. كتمثل لي ذكرى، كتمثل جميع المغاربه ماشي لي انا بوحديتي. كلشي كيحتفل بكاع الذكريات اللي كاينين عندنا، ودي ذكرى من ضمن الذكريات اللي عندنا في المغرب. لا ما عارفش اختي، مع الخدمه وهذه ما عارف والو. ذكرى مزيانه، والمغاربه راه تبارك الله راه قاموا بواجب زوين في الذكرى وهذه. والله ما عنديش علم بها صراحه، ما عارفش عارف الذكرى ولكن ما عنديش معرفه بها. وراه خصي يعرف التاريخ ديال البلاد ديال، ماشي غيكون جاهل غادي وجاي في الزنق، خصي يعرف التاريخ ديال البلاد والصحراء ديالو ويعرف كل شيء. راه حنا عشنا هذه الايام 75 فاش كانت المسيره ديال 75 وصداعات في الصحراء، حنا عارفين حتى كل شيء طابعين ايطاب بار ايطاب. هذا الشيء انت قلتها لي، ما فراسيش وصافي. ذكرى مجيده وكنفتخروا بها، والمغرب نتمنوا له ان شاء الله التوفيق، ونتمنوا له الازدهار، ونتمنوا مواطنين ان شاء الله صالحين يخدموا هذه البلاد والعباد. مناج ما عرفاش، راه عشت انا سلسلة كان واحد التنازل من الطرف الاخر، على لانه كان الحل ما غاديش يكون هكا، ولحسن الحظ الحسن الثاني الله يرحمه على بكري قراش غادي الهدف ديال هذوك الناس، واسترجعنا واد الذهب. والحمد لله المغرب يعيش الان في الوحده ديالو، في النعيم ديالو، في السلم، والحمد لله. اذا مشاهدينا الكرام، ذكرى استرجاع واد الذهب كتشكل محطه بارزه في مسيرة استكمال الوحدة الترابية للمملكة. لاحظنا أن كل اللي عرف بلا اليوم هو يوم ذكرى استرجاع واد الذهب، وكل اللي ما عرفش. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم سولو الناس. إلى اللقاء.